وبتشجع النادي الاهلي من زمان، يعني احكي لي كده، انت طبعا ضحيت برضو بحاجات كتير جدا عشان تنتقل للنادي الاهلي، احكي لي كده بقى يعني بدايه انتقالك من نادي الجزيره للنادي الاهلي، يعني اول حد مثلا كلمك مين وقال لك يا كابتن عمرو النادي الاهلي محتاجك؟ هو في الاول انا كنا وقت الكورونا، هي ابتدت المشاكل شويه تظهر في نادي الجزيره، ابتدت الانديه كلها اتاثرت، فالنادي الجزيره كان ابتدت تظهر شويه مشاكل ماديه، فابتدت تطرح فكره ان احنا نبيع اللعيبه عشان نقدر نحافظ على بقيه الفريق. فالكلام اتطرح ان انا عمر طارق يعني ممكن نتباع وكده. فاول حد كان كلمني كان كابتن احمد الجرح، كان كلمني قال لي ايه الاخبار وكده، عشان احنا كان في مفاوضات من يعني انديه تانية بتكلمني، هي اللي ابتدت المفاوضات، مش كان ما كانش النادي الاهلي اول نادي يتكلمني. فقلت له حصل ان في ناس كلمتني يعني من بره وقال لي طب احنا في الاهلي عايزينك. قلت له انا طول عمري زي ما حضرتك قلت يعني انا اهلاوي في كوره، يعني انا في الباسكت قبل ما ببقى مخلص للمكان اللي انا بلعب فيه واكلي عيشي منه واللي انا بنتمي ليه، بس اللي انا في ككوره انا مشجع ثالثه شمال، يعني بروح على طول ماتشات الاهلي في الكوره وبشجع في الكوره. فلما جات لي فرصه ان انا العب في الاهلي فكنت مبسوط جدا. بس فهو كان كابتن احمد اول واحد الجرح يكلمني، بس احنا كنا وقتها بنلعب الاهلي سيمي فاينل في دوري السوبر في البلاي اوفز، بس دوري كان واقف عشان الكورونا. بس فانا ساعتها النادي قفل كل المفاوضات لحد ما لقى الجزيره نخلص يعني الماتشات، ربنا ما وفقناش يعني وقتها مع الجزيره والاهلي كسبنا وراح فاينل مع الاتحاد.